تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام وهو جالس. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا لعله المجلس الثالث الذي نتناول فيه هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يتبعوا الإمام لأنه جعل إماما ليؤتم به، فقال صلى الله عليه وسلم: جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قلنا في المجلس الماضي إنه إذا صلى، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قائما فصلوا قياما، هذا لمن أطاق القيام، أما من عجز عنه فإنه يصلي كما قدر. وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وهذا مقتضى كونه إماما أن يتبع وأن تؤتى بأفعال المأموم بعد أفعاله هو. وقد قلت لكم إن العلماء يفرقون بين أفعال الصلاة في مسابقة الإمام، فيبطلون إذا تعمد المأموم التكبير للإحرام قبله أو التسليم قبله، ويمنعون من سائر الأفعال من غير أن يحكموا ببطلان صلاة فاعلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا فيه دليل للمالكية على أن الإمام، على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول معها سمع الله لمن حمده. وقد هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وكنا ذكرنا قديما أقوال الفقهاء فيها وبسطنا الكلام فيها، وقلنا إن أظهر الأقوال هو هذا، هو مذهب المالكية، وأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد من غير تسميع، وأن الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بهما معا على الأظهر. نعم، الله أعلم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، اختلفوا فيها في موضعين: الموضع الأول هل يصلي الإمام جالسا، والموضع الثاني إذا صلى جالسا كيف يصلي من خلفه، وسيأتي الكلام عنها فيما نستقبل إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وتراجمهم جميعا معروفة عندكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاكٍ،
شاكين أي مريض، ما وزن شاكين؟ ها؟ فاعل؟ لا ما يمكنش. شاكين هذه ثلاثة أحرف، الشين والألف والكاف. فاعل هذه أربعة أحرف، الفاء والألف والعين واللام. ها؟ وزنها بس أحسنت، فاعن، فاعن، اللام محذوفة. أصل شاكين، شاكي بالياء بعد الكاف، شاكي، حينئذ تقولون شاكي، هذه على وزن فاعل. حذفت الياء وحذفت لام الكلمة، صار الوزن فاعن، فاعن. ولما حذفت الياء عوض عنها التنوين فقيل شاكين، كما تقول داعٍ، قاضٍ، غاشٍ، ماشٍ. هذه كل هذا التنوين كله عوض عن ذلك الحرف المحذوف، ولذلك التنوين هذا التنوين يسميه النحاة تنوين العوض، تنوين العوض، لأنه يعوض ذلك الحرف المحذوف. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا. وهذا نشر ما طوي في حديث أنس، حديث أنس هذا الذي كنا فيه طوي فيه هذا الذي ذكر هنا. نحن تقدم لنا هناك لما قال أنس فصلى قاعدا فصلى وراءه قوم قعودا، قلنا هذا الظاهر أنه لما رأوه قاعدا قعدوا وصلوا خلفه غير صحيح وغير مراد. وقلنا يدل لهذا الذي ذكرنا حديث عائشة الآتي، وهو هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلوهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. نعم. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا أيضا ظاهر، الكلام عليه ظاهر، إلا في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فقلنا لكم هذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ هذا مرسل، هذا مرسل، لأن عروة تابعي ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عبد البر لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، لم يختلفوا، وتبع ابن عبد البر على قوله هذا وعلى أن الإمام مالك رواه مرسلا سائر رواة الموطأ، سائر شراح الموطأ. لكن اعلموا أولا أن هذا حديث وإن روي، يعني قال ابن عبد البر هو مرسل، هو مروي بأسانيد متصلة صحاح في الصحيحين وغيرهما عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متصل صحيح. لكن هذا الذي قاله ابن عبد البر لما قال سائر، اتفق سائر رواة الموطأ أو لم يختلف سائر رواة الموطأ على إرسال هذا الحديث، وتبع ابن عبد البر على مقولته هذه سائر شراح الموطأ، خولف ابن عبد البر رحمه الله في قوله هذا، حتى قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله قال وهذه غفلة. ولماذا خولف؟ وعلى كل حال أنا قلت لكم خالفوه، خالفه الطاهر بن عاشور، وخالفه المحدث الهندي الكندهلوي المدني رحمه الله، وجماعة خالفوه في قوله إن الإمام مالكا رواه مرسلا، قالوا بل رواه موصولا في باب جامع الصلاة. باب جامع الصلاة سيأتينا إن شاء الله، إذا ذهبتم إلى هذا الباب لم تجدوا هذا النص، ولستم تجدون إلا حديثا واحدا يروى بهذا الإسناد، هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث واحد في الباب كله وليس هو هذا النص. ما الحديث الذي يروى بهذا الإسناد في ذلك الباب؟ الحديث هو كما قلت لكم، قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة فقلت إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني أنت السبب في شريتها لي زمان. هذا الذي تجدونه بهذا الإسناد في هذا الباب، وليس هو نص الحديث هنا، لكن القصة هي هي. هذا الذي أوردوه على ابن عبد البر، ها هو الإمام مالك روى جزءا من الحديث مرسلا، لكن روى جزءا منه آخر موصولا، فلا يصح أن يقال إن الحديث روي مرسلا. والذي يدلكم على أنها قصة واحدة أن ابن حبان في صحيحه روى الحديث بطوله، فإنه بعد أن روى أن حفصة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا، قال فخرج أبو بكر، فلما كبر أبو بكر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر ليتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فمكث مكانه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذائه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر حتى قضى الصلاة. وهذا هو الحديث الذي عندنا في هذا الباب. نعم، فصح الاعتراض وأن مالكا رواه متصلا. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه. المقصود بقوله خرج في مرضه أي في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. ظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأن أبا بكر مؤتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قوله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ليس معناه أن أبا بكر إمام ثان وأن الصلاة فيها إمامان، وإنما المعنى وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر أي يتعرفون بصلاة أبي بكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعف صوته عن إسماع الناس تكبيرات الانتقال، فكان الناس يتعرفون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة فعل أبي بكر، وهذا معنى قوله وكان والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وأما من ذهب من الفقهاء إلى أن كانت تلك الصلاة كان فيها إمامان فهذا كلام في غاية البعد وغاية لا 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 يعني فيه نظر ظاهر جدا. هذا معنى قولهم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا الظاهر يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام وهو جالس، وأبو بكر مأموم يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قائم والناس قيام خلفهما، وهذا فيه معارضة لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فلم يصلي أبو بكر جالسا ولا الناس خلفهما صلوا جلوسا،
وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. أما المالكية فإنهم يرون أن الإمام لا يجوز أن يصلي بالناس وهو قاعد أصلا، يعني هم لا يدخلون في هذه القضية ابتداء، لا يرون أن الإمام يكون قاعدا لا في فرض ولا في نفل، لا اختيارا ولا معذورا، لا يكون الإمام قاعدا. ويرون أنه إذا كان الإمام يصلي بالناس فطرأ له ما يوجب قعوده فإنه يستخلف ثم يرجع هو إلى الصف ويصلي مأموما. هذا قول المالكية. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله لما ذكر أولئك الذين تبطل الصلاة بالاقتداء بهم، تبطل صلاة المأموم إذا اقتدى بهم، قال وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز. يعني الكلام معناه أنه تبطل صلاة المأموم إذا اقتدى بعاجز عن ركن، الركن سواء أكان قوليا كالفاتحة أو فعليا كالقيام والركوع والسجود، لكن الفرض أن المأموم قادر على ذلك الذي لم يقدر عليه إمامه، يعني المأموم قادر على القيام فأتم بإمام عاجز عن القيام فصلاة المأموم باطلة. هذا هو المشهور في المذهب. الأصل في هذا قالوا إلا يستثنى من هذا العاجز بمثله، العاجز يصلي بالذين لا يقدرون أيضا على القيام، قالوا فهذا جائز، إلا كالقاعد بمثله فجائز. الأصل في هذا الذي ذكره المالكية ما رواه ابن القاسم في المدونة، قالوا سألنا مالكا عن الرجل عن المريض الذي لا يقدر على القيام يصلي جالسا فيصلي بصلاته ناس، فقال مالك رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. ثم ساق ابن القاسم بسنده إلى الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل القوم جالسا، وفي رواية لا يؤمن أحد بعدي جالسا. فلذلك قال المالكية هذا لا يصلح أصلا أن يكون الإمام جالسا، لا بعذر ولا بغير عذر. واستدل المالكية أيضا على هذا بما رواه ربيعة الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض وأبو بكر يؤم الناس، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء أبي بكر، فكان أبو بكر هو الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض نبي حتى يأمه رجل من أمته. هذا دليل المالكية من الأثر، واستدلوا بالنظر أيضا فقالوا إن القادر على القيام إذا صلى خلف إمام عاجز عن القيام فإن هذه الصورة فيها مخالفة للإمام في صورة الصلاة وفي أركانها، وذلك لا يسوغ، ذلك غير جائز. قالوا ثم إن هذا الذي يقدر على القيام الذي يصلي خلف إمام قاعد لا يقدر على القيام إن صلى قائما فقد خالف إمامه في ركن، وإن صلى جالسا فقد ترك ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه، فإذن لا يمكنه أن يصلي لا قائما ولا قاعدا. ولما يورد عليهم حديث الموطأ هذا وهو مروي في الصحيحين أيضا يجيبنا عنه بأجوبة، من أشهر أجوبة المالكية عنه ما ذكره القاضي عياض رحمه الله وتبعه عليه كثير من علماء المالكية، قالوا هذا منسوخ. ما الذي نسخه؟ نسخه الحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، ومما يدل على هذا النسخ أن الخلفاء الراشدين لم يؤم أحد منهم قاعدا قط، فدل هذا على أنه منسوخ. ومنهم من قال، منهم من أجاب بجواب آخر، منهم من قال إن
هذا إن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وهو جالس بقوم قائمين كان خاصا به هو صلى الله عليه وسلم. لماذا هو خاص به؟ قالوا لأنه لا يجوز التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في صلاة ولا في غيرها. وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة يعقوب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا يعني لا تتقدموا، وسقط التاء المضارعة، لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن يصلح أحد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يلزم من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون إماما، وحيث كان لا يقدر على القيام فإنه يصلي جالسا، فهذا خاص به هو صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أئمتكم شفعاؤكم، وهل يصلح لأحد أن يكون شفيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يصلح، ولذلك لا يصلح لأحد أن يكون إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما، لأنه لا يصلح أن يشفع فيه أحد، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في السعداء. هذا خلاصة ما ذكره المالكية في هذه القضية، في أن الإمام لا يصلح أن يكون قاعدا لا في فرض ولا في نفل لا لعذر ولا لغير عذر إلا إذا صلى بمثله، والجمهور على خلاف هذا، الشافعية والحنفية والحنابلة كلهم يجيزون إمامة الرجل قاعدا إذا عجز عن القيام، ويستدلون بحديث الباب، ويستدلون بحديث أنس هذا الذي تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه فصلى بالناس جالسا، ويستدلون بحديث عائشة الذي تقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاكٍ فصلى جالسا فصلى قوم خلفه جلوسا. والحاصل أن الاستدلال المالكية كله لا ينهض عند المناقشة، عند المناقشة الفقهية لا يسلم شيء من الاعتراض، والاعتراضات وجيهة. أما استدلالهم بما رواه ربيعة، بما رواه ربيعة الرأي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كان هو الإمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما، فهذا متفق على ضعفه. وكم بين أبي ربيعة الرأي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا يعرف متصلا، لا يعرف هل ربيعة الرأي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربيعة شيخ مالك، فكم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ على الأقل رجل، على الأقل رجل قبل الصحابي، على الأقل رجل قبل الصحابي، ولا يعرف له سند متصل هذا الحديث. لذلك أجمع العلماء المحدثون أجمعوا على كونه حديثا ضعيفا. وقد رواه البزار في مسنده مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يموت نبي قط حتى يأمه رجل من أمته، وهو يعني لا ينفع، لا يعني لا ينفع هذا الإسناد، إسناد البزار، فهو أيضا حديث متفق على كونه حديثا ضعيفا. ثم هو مخالف لما هو في الموطأ الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وكان أبو بكر مأموما. وهذه القصة من يرويها هنا في الموطأ وفي الصحيحين؟ من يرويها؟ تروي عائشة، عائشة أعلم الناس بها. لماذا كانت عائشة أعلم الناس بها؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض في بيتها، ومن بيتها خرج إلى تلك الصلاة، وإلى بيتها عاد من تلك الصلاة، وهي تنظر إليه، فقصت تلك القصة فهي أعلم الناس بها، وقالت إن أبا بكر كان مأموما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام. ثم إن هذه القصة التي تروي عائشة، من يرويها عن عائشة؟ هنا في الموطأ يرويها عروة ابن أختها، ولم يتفرد عروة بروايتها، بل وفقه غيره، وفقه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا
يرويه، هذه رواية الصحيحين، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها: ألا تحدثيني بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. وحدثته الحديث كما حدثت عروة. فلما سمعه عبيد الله هذا قال: فأتيت فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: بلى. فحدثه عبيد الله ما سمع من عائشة. قال: فما أنكر عبد الله بن عباس شيئا مما قالت. فهذا يدل على أن ابن عباس يوافق عائشة فيما قالته، وأن العلم الذي عند ابن عباس في هذه المسألة في هذه الحادثة هو العلم الذي عند عائشة، سواء بسواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما وأن أبا بكر والناس أجمعين كانوا مأمومين. ولذلك قال سحنون لما ذكر رواية ابن القاسم، لما ذكر حديث ربيعة هذا، قال: وبهذا الحديث يأخذ ابن القاسم، وليس في الموطأ أن أبا بكر كان الإمام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأموما، والذي في الموطأ خلاف هذا. وهذا من 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 سحنون، يعني لجوء منه، زورار منه عما رواه ابن القاسم إلى ما رواه مالك في الموطأ. ولذلك قال ابن عبد البر: أكثر الآثار الصحاح المسندة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وأن أبا بكر كان مأموما، وهو الذي في الموطأ، وهو الذي قرئ على مالك إلى أن مات. هذا فيما يتعلق باحتجاجهم بحديث يروى: لا يؤمن، لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من أمته. وأما حديث الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، فهذا أبعد وأبعد من الصحة. الشعبي أبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربيعة الرأي. وقد أجمع العلماء على أن مراسيل الشعبي لا شيء. الشعبي وإن كان إماما من أئمة الحديث، ولكن ما رواه مرسلا فلا يقبلون منه شيئا. لذلك أجمعوا على أنه حديث ضعيف أيضا. وأما استدلال المالكية بالنظر، إذا استدلالهم بالأثر استدلال لا يقوم، واستدلالهم بالنظر لما قالوا إن الإمام إن المأموم القائم إذا صلى خلف إمام قاعد فهذه مخالفة في الصورة وفي الأركان فلا تسوغ، فهذا القياس لا يطردونه، هذه العلة أنه إذا خالف المأموم الإمام في الصورة وفي الأركان فإن ذلك يبطل صلاة المأموم، هذه علة لا يطردونها. مثلا إذا كان الإمام مسافرا وصلى خلفه قوم مقيمون فإن الإمام يقصر عند المالكية وإن المقيمين يتمون، وهذه مخالفة في الأركان وفي الصورة، ومع ذلك لا يحكم المالكية ببطلان صلاة المأموم. العلة هي ويصححون هذه ويبطلون هذه، فهذا قياس عندهم منتقم. وأما عندما يقولون إن هذا الحديث منسوخ كما قال القاضي عياض، هذا حديث الموطأ حديث الصحيحين منسوخ، منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث إيش؟ لا يؤمن أحد بعد جالسا. النسخ يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولا أن يعرف التاريخ، ثانيا أن يستوي المتعارضان، وثالثا أن لا يمكن الجمع. وليس شيء من هذه الثلاثة موجودا هنا، ليس شيء من هذه الشروط الثلاثة موجودا هنا. أما التاريخ فليس يعرف، وأما المتعارضان فليس متسويين، بل هما على طرفي نقيض، أحدهما متفق على صحته، بل أرفع الصحيح كما قال الحافظ العراقي: وأرفع الصحيح مرويهما. فهذا اتفق على روايته البخاري ومسلم ومالك، والآخر أجمعوا على ضعفه. فكيف ينسخ المتفق على ضعفه ينسخ المتفق على صحته؟ ما يمكنش. وأما قولهم إنه لا يمكن الجمع، بلى، قال ابن بزيزة المالكي شارح الرسالة:
قال هذا الحديث لو صح، يعني قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي جالسا، قال لو صح لم يكن فيه حجة. لماذا؟ قال لأنه يحتمل أن يكون المعنى المنع من إمامة الجالسين، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، أي لا يؤمن الإمام جالسا، أي رجلا مأموما جالسا، يكون إعراب جالسا مفعول به ولا يكون حالا، يعني لا يكون الإعراب لا يؤمن أحد جالسا أي حال كون الإمام جالسا، لا، إنما يكون الإعراب جالسا مفعول به، لا يؤمن أحد أحدا جالسا. فإذا احتمل هذا التأويل لم يكن فيه دليل، لم يكن فيه حجة. وهذا فيما يتعلق بالنسخ في مقال القاضي عياد، هو طبعا في غاية الضعف هذا القول دعا النسخ مع جلالة قائله، لكن لكل جواد كبوة. وأما قولهم إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصلح أحد أن يتقدم بين يديه، أولا ادعاء الخصوصية هذا محتاج إلى دليل، لأن الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون للقدوة وللائتساء وللتشريع، ولا يقال إن هذا خاص برسول الله إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا خالصة لك من دون المؤمنين، هذه لك خالصة لك من دون المؤمنين. أما ما لم يقم دليل على أنه خاص به فالأصل أنه تشريع لأمته، وهذا مما لم يقم دليل على أنه خاص به، بل أعجب من هذا أنه قام الدليل على أنه ليس خاصا به. وفهمت هذه القضية؟ وهو ما روى الإمام أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه كان مريضا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهذا ظاهر على عدم الخصوصية، ويدل لذلك أيضا على يدل على عدم الخصوصية ما رواه ابن أبي شيبة أن جابرا رضي الله عنه اشتكى، فلما تماثل خرج، فخرجوا يتبعونه أو يشيعونه، فلما كان ببعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات فصلى جالسا. فهذا كله يدل على أنه ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم إنه لا يصلح لأحد أن يتقدم بين يديه فهذا حق وصدق، وهذه الآية نؤمن بها ولا نجحدها ونصدقها ولا نكذبها، ولكن نمنع أن يراد بها الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، وهذا موضع إجماع لم يختلف الناس في هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إماما وعبد الرحمن بن عوف صلى مأموما مسبوقا وعبد الرحمن بن عوف إماما، فبان حينئذ أن أنه ليس ليست الصلاة داخلة في قول ربنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم أئمتكم شفعاؤكم ولا يصلح لأحد أن يكون شافعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حق وصدق، ومن هذا الذي يشفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أئمتكم شفعاؤكم لمن كان محتاجا للشفاعة، وأما من لم يكن بحاجة لها كرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إمامه شفيعا له. والقول بتصحيح إمامة الإمام القاعد هو رواية مطرف عن مالك، ورواية ابن الماجشون عن مالك، ورواية الوليد بن مسلم عن مالك، ورواية أشهب عن مالك، هؤلاء جميعا يرون عن مالك أنه تجوز إمامة القاعد، وصححه ابن عبد البر، وصححه ابن عربي، وصححه القرطبي، وهو الأظهر، هو أظهر من المشهور لهذا النقاش الذي سمعتم. فإذا فرعنا على هذا القول وأن إمامة القاعد العاجز عن القيام تصح بالقادرين على القيام، فهؤلاء الذين خلفه كيف يصلون؟ هل يصلون جالسين؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا،
أم يصلون قائمين؟ لأن أبا بكر والناس كانوا قائمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، موضع اختلف فيه الفقهاء أيضا. الحنابلة يقولون إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه جلوسا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا صلوا جلوسا. والجمهور الحنفية والشافعية يقولون إذا صلى جالسا لعذر صلى القادرون خلفه قياما ولا يصلون جلوسا. وهذه رواية عن مالك، وهذه أظهر. لماذا؟ لأن قصة عائشة هذه كانت في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جلس وأبو بكر بحذائه قائم ولم يشير لا إلى أبي بكر ولا إلى الناس خلفه أن يجلسوا كما أشار إليهم لما صرع عن فرسه وجحش شقه، هناك قاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، وهنا لم يشير لهم مع يسر الإشارة عليه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يشير وكان هذا متأخر وقد علمنا التاريخ، قلنا إن هذا ناسخ حديث عائشة وحديث ابن عباس، ناسخان لحديث أنس المتقدم. الحنابلة يقولون ليس حديث عائشة هذا وحديث ابن عباس في معناه الناسخين لحديث أنس، يقولون حديث أنس سنة على وجهها وحديث عائشة سنة على وجهها. كيف هذا؟ قالوا حديث أنس ماذا فيه؟ فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز عن القيام، صلى قاعدا فصلى خلفه الناس يعني أمرهم بالقعود. قالوا هذا لمن ابتدأ صلاته جالسا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة ففيه أن أبا بكر شرع ابتدأ الصلاة قائما وكان الناس قائمين أيضا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم تحولت الإمامة إلى جالس. فهذا قالوا فهذا في من ابتدأ صلاته قائما ثم عرض له أن يجلس، فهو يجلس ويبقى من خلفه قائمين. ولكن هذا الذي قالوه فيه نظر. لماذا؟ لأنها صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولم يفصل لم يقل إلا إذا ابتدأ صلاته قياما فلا تجلسوا. فلما كان هذا القول منه عاما لا لم يفصل فيه، قلنا إنه أظهر أنه منسوخ. بعض العلماء حاول تضعيف حديث عائشة هذا الذي في الموطأ والذي في الصحيحين. حديث عائشة بعض العلماء من المالكية، لأنه قلت لكم هو ظاهر جدا في جواز إمامة القاعد العاجز فراموا تضعيفه. قالوا عائشة قالت مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وقالت مرة كان أبو بكر هو الإمام، وهذا الاضطراب يوجب رد الحديث، لأنه ما يعني ما يا عائشة تنقلين الشيء أو تنقلين نقضه، فهذا الاضطراب. وطبعا الحديث المضطرب من أنواع الضعيف. قالوا روت في الصحيحين وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها لما قالت أن قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه، وهو أيضا حديث صحيح. فقالوا صح عنها هذا وصح عنها هذا، فهذا اضطراب موجب للضعف موجب لرد حديث عائشة كله. لكن نقول الجواب عن هذا ما ذكره البيهقي رحمه الله، قال لا اعتراض في أحد، لا تعارض في أحاديث عائشة، لأنهما صلاتان، في إحداهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وفي إحداهما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما. أما التي كان فيهما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما فهي صلاة الظهر من يوم السبت أو من يوم الأحد، وأما التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف أبي بكر فهي صلاة الصبح من يوم الاثنين من اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ذكرت وحكت ما رأت
هذه صلاة وتلك أخرى، فلا تعارض، وهذا ذكره كثير من الحفاظ. لكن على التسليم بأن ما ذكروه صحيح وأننا نلغي ما عرض عبيد الله بن مسعود على ابن عباس لما سمع عائشة حدثته بالحديث وذهب إلى ابن عباس وعرض عليه الحديث ووافقه ووافقها، نلغي ذلك كله ونقول إن حديث عائشة مضطرب اضطرابا يجب الرد، فيبقى لنا حديث ابن عباس، يبقى لنا حديث ابن عباس الذي يعني سوى ذلك الإقرار الضمني. بل روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث وذكر فيه هذا الذي ذكر، وأن أبو بكر وأن أبا بكر خرج أما الناس ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا بأبي بكر فذهب ليتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذائه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وهذا حديث صحيح إلى ابن عباس. فإذا رددنا حديث عائشة بقي لنا حديث ابن عباس وافيا بالمراد، ولذلك نقول إن القضية حيثما قلبت فيبقى مشهور مذهب المالكية ضعيف، وتبقى الرواية الأخرى عن الإمام مالك والتي رواها أشهب ورواها مطرف ورواها ابن ماجشون ورواها الوليد بن مسلم وصحح ابن عبد البر وابن عربي والقرطبي تبقى منصورة بالدليل، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.